هذا ما يدل على احنا يعني كمواطنين يعني ماذا نريد؟ نريد من الدولة ان نكون بألف خير وسلامة وبس. شكرا جزيلا لك. كمان الاخ الناخب انا مرحبا. هلا هلا ليش اخت شو اللي ميز البرنامج الانتخابي لمرشحك؟ ما اعرف. نعم شكرا جزيلا لك. يعني كنا مثل ما شاهدنا وسمعنا بعض الاراء التي طبعا كانت حول البرامج الانتخابيه، حول الطروحات التي قدمها المرشحون، التي الوعود التي قدمها خلال الفتره القادمه يعدون بانجازها. طبعا سيكون لنا وقفات ان شاء الله من مراكز اخرى في محافظة دير الزور. محمد شكرا لك. زميلنا محمد عرسان كان معنا من أحد المراكز الانتخابية في دير الزور وسمعنا